إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين. واجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباصطفافنا الوطني. وبالله من قبل ومن بعد ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن التعامل مع القضايا الإقليمية وبالأخص مع القضية الفلسطينية تتعامل في الدولة المصرية باستراتيجية خاصة، ويمكن لمسنا ده وشفنا ده من خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية. نروح مع حضراتكم في قراءة لأهم ما ورد في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان للأحداث المتصاعدة في اليوم السادس في قطاع غزة مع الدكتور فريدي البياضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللي منورنا دلوقتي في الاستوديو. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين جميعا. اهلا بسيادتك. ويمكن مع حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نرى استراتيجيه خاصه وواضحه للدوله المصريه لطالما يعني اخذتها مصر تجاه القضايا الاقليميه وبالاخص القضيه الفلسطينيه. تمام، يعني انا بدايه بس عايز اقول شويه حقائق كده سريعه. اولا فلسطين ليست حماس، فلسطين اكبر من ذلك بكثير. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ يوم 7 أكتوبر كما تخيل العالم، لكنه صراع منذ سنوات، بدأ من 1897 منذ المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل في سويسرا عندما قرروا أن يقيموا وطنا لليهود في فلسطين ويسمى إسرائيل. واستمر الصراع من سنة 47 عندما بعد ذلك أنهى الانتداب البريطاني وقرروا تقسيم فلسطين بين الجزء العربي والجزء الإسرائيلي، وجاء ذلك أخذا من الوطن الذي كان بالكامل لفلسطين، أعطوا نصفه لليهود الذين استوطنوا، وبدأ الصراع منذ 75 عاما. الجزء الثاني اللي عايز أقوله أنه مصر لم ولن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية، دائما كانت القضية الفلسطينية وما زالت أولوية في مصر، وكانت مصر هي يعني رمانة الميزان وهي اللاعب الرئيسي في كثير من المفاوضات وفي تهدئة الصراعات الكثيرة التي انطلقت. فالأمر يمتد لسنوات وهو لم يبدأ يوم 7 أكتوبر في الهجوم الذي شهده العالم أخيرا كما يظن العالم الآن. تعامل الدولة المصرية مع دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، والآن الحفاظ على الحدود المصرية، ويمكن ده تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشكل واضح. قطعا، يعني احنا ما شك انه الأرض غالية، احنا بذلنا ومتنا وكان لنا كثير من الأرواح التي بذلت دماءها من اجل الحفاظ على الأرض ومن اجل يعني لا نفرط في شبر واحد من تراب مصر. ما يثار عن محاولة البعض في الزج بمصر في القضية وكأنها هي المسؤولة عن هذا الصراع او مسؤولة عن حل هذا الصراع هو يعني فكر مسموم يضر بالقضية الفلسطينية في الأول في الأول بالضبط، لأنه ما فيش أي منطق يقول إن أنا لو أنا في وطني وفي عدو بيضربني أسيب وطني وأمشي. فربما تكون يعني ده هدف أو ما تسعى إليه إسرائيل، لا أعتقد أن الفلسطينيين بالسذاجة إن هم يتركوا أرضهم ويتنازلوا عنها، ولا مصر ستساهم في تدمير القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من أرضهم. ده ما يتمناه الفلسطينيين، يعني هم من سنة 79 بعد يعني معاهدة السلام لما كان بيحصل تقسيم الحدود ما بين رفح المصرية ورفح اللي في غزة، كان أوقات كثيرة الفلسطينيين ما يقال إن هم كان إسرائيل بتقول طب يعني لو في بيت نصه هنا ونصه هنا خدوه عندكم. هم بيحاولوا بقدر الإمكان يتخلصوا من جزء من السكان وجزء من الأرض ناحية مصر. تدمير للقضية بالكامل بالضبط، لكن مصر أصرت إنها تاخد حدودها بالضبط، لا متر أقل ولا متر أكتر. وبعد كده هم لما لقوا إنه في يعني بيوت متلاصقة ما بين الحدود في رفح المصرية ورفح غزة ابتدوا يزيلوا المنازل من ناحيتهم وعملوا ما يسمى بممر فيلادلفيا عشان يبقى في جزء يعني منزوع من المنازل على الحدود ويبقى جزء آمن ليهم. فيعني إسرائيل إذا كانت بتحاول تدفع في هذا الاتجاه هو أمر مكشوف،
وأي حد يحاول يدفع في هذا الأمر هو بيهاجم وبيدمر القضية الفلسطينية في النهاية. يعني المشكلة طبعا أنه غزة محاصرة، غزة فيها حوالي 2.3 مليون مواطن، وحدودها إسرائيل والبحر ومصر من الناحية التانية. كان في 6 معابر بين غزة وبين إسرائيل ومعبر رفح، هم قفلوا 6 معابر وبيضربوا في المواطنين في غزة. والأمر الأصعب هو يعني انتهاك لكل مبادئ الإنسانية لما نقفل الممرات الأمنة اللي الناس بتمد الإغاثة فيها، ومصر كانت من أول الدول اللي بعتت قوافل إسعاف ومسعفين لإغاثة المنكوبين في الحرب. احنا ما بعتناش سلاح، ما حاولناش يعني نزود النيران الاشتعال، لكن بعتنا عربيات إسعاف، بعتنا إغاثات إنسانية. وكون إن إسرائيل تضرب في معبر رفح عشان ما نقدرش نوصل الإغاثات، ده ضد كل مبادئ الإنسانية. حتى في أسوأ أنواع الحروب في قواعد متعارف عليها، إنه في ممرات آمنة، في إغاثة للمنكوبين، في حفاظ على أرواح المدنيين، مفيش يعني انتهاك لهذه القواعد. إسرائيل تنتهك كل هذه القواعد، والعالم ينظر إلى الأمر بمكيالين. يعني انتفض العالم لما رأوا أنه 7 أكتوبر حصل هجوم وحصل إصابات لم تكن متوقعة في الجانب الإسرائيلي، بينما ده يعني نتيجة يعني 75 سنة من الهجوم ومن الحصار ومن الانتهاكات، وكان هناك مدنيين يقتلوا في فلسطين، وكان هناك حصار اقتصادي وحصار سياسي وانتزاع للأرض واستيطان واحتلال ومستوطنات تقام باستمرار، ولم ينتفض العالم واكتفى العالم واكتفت الأمم المتحدة ببيانات الشجب والإدانة. الآن نرى الدول تحرك بارجات وتحرك حملات طائرات وتحرك جنود للوقوف إلى جانب إسرائيل ضد فلسطين. الأمر لا يحل بهذا الأمر. طبعا احنا لا نتمنى أن هذا الصراع يستمر، ومصر دائما تحاول تهدئة الأمور، لكن إقرار السلام يرتبط بإقرار العدل. لا يمكن أن نطالب بسلام وهناك ظلم، هناك شعب يظلم، هناك شعب مقهور على مدى سنوات طويلة. ليكون هناك سلام دائم لابد أن يكون هناك عدل حقيقي، لابد أن يكون هناك التزام بكل القرارات والمواثيق الدولية. الأمم المتحدة بتطلع في إسرائيل قرارات، إسرائيل لا تحترم أي قواعد أو قوانين دولية. يعني الأمم المتحدة في لستة من القرارات الطويلة من سنة 48 إلى ما بعد ذلك، قرارات أول قرار 142، كل القرارات دي انتهكت، لم يتم الالتزام بها. فإذا كنا نطالب بسلام، السلام لن يتحقق بالسلاح، السلام يتحقق بإقرار العدل أولا، وبعد ذلك نتكلم عن السلام، عن إقامة الدولتين، عن الحق الفلسطينيين في تقرير المصير، في إقامة دولة كاملة، حقهم السياسي والاقتصادي أن يعيشوا في حرية كاملة بعيدا عن سيطرة المحتل الإسرائيلي. تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن تسخير كل إمكانات الدولة المصرية لمساعدة أهالينا في غزة ولإيصال الإغاثات لأهالينا في غزة عبر العريش، ويمكن تابعنا تصريحات رئيس وزير الخارجية اليوم المصري سيد سامح شكري عن إيصال الإغاثات من خلال العريش ووصول أول طائرة أردنية. كيف يمكن للعالم أن ينصت إلى هذا، لأن الوضع أصبح كارثي ومأساوي طبعا داخل الأراضي في قطاع غزة؟ طبعا يعني مصر لا تتأخر أبدا عن أداء دورها، خاصة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أشقائنا في فلسطين. وده أنا أحيي الدولة المصرية على هذا الموقف، وهو موقف ليس بجديد علينا، ويجب على العالم التدخل لتوفير الممرات الآمنة لإيصال هذه الإغاثات. دي أقل المبادئ الأساسية المطلوبة. هناك شعب تحت الحصار، تحت الضرب، ويجب أن يتم توصيل الإغاثات ليه، سواء من مصر أو دول أخرى. مصر فتحت مطار العريش لاستقبال الإغاثات اللي جاية من دول أخرى أيضا. فدور العالم الآن هو يعني إغاثة المنكوبين، توصيل الإغاثات إلى الشعب المحاصر، ومحاولة التهدئة والجلوس على مائدة مفاوضات بعد يعني إيقاف هذه النيران المشتعلة، يعني غير مقبول. والمدنيين الذين تزهق أرواحهم، واي انسان يعني بيفقد حياته وبيروح نتيجه الصراعات المسلحه، هو امر محزن. فالعالم يجب ان يتدخل، ليس بالسلاح ليزيد الامر ويزيد الطينه بله، لكن يتدخل لاغاثه المنكوبين والوقف اطلاق النار ووقف هذا الاشتعال، يمكن لم نشهده لعشرات السنوات
بهذه الحدة. شهدنا انتفاضات وشهدنا هجوم من الإسرائيليين على فلسطين، وشهدنا مخيمات كانت تضرب من وقت لآخر، لكن هذا القصف المستمر بهذه الطريقة نحن نشاهد إسرائيل. مش حرب، دي إبادة جماعية. احنا يعني إسرائيل كأنها قررت أن تبيد هذا الشعب إبادة جماعية، وهذا أمر ضد كل الأعراف وضد كل المبادئ الإنسانية بأي حال من الأحوال. صحيح، أنا يعني هستمر في الحديث مع حضرتك عما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، لكن نروح لفاصل دكتور فريدي ونرجع نستكمل حديثنا مع دكتور فريدي البياضي عما يحدث في غزة.